أهلا وسهلا، وصرتوا تعرفوا الصورة بتحكي ألف كلمة وكلمة، وصرنا نعرف علميا بكل الكواكب وكل المجرات في مربع، وكل الكواكب وكل المجرات والعالم الأكبر وفينا. فإذا الكعبة المكرمة وين ما كان في أربع زوايا راسك، صرتوا تعرفوا الاستخارة. هلأ عم بيحطوا العلم، إذا حدا مريض كتير كتير، وإذا الولد مريض كمان، الماما بتفوت لجوا وبتحط الطفل هون، ما بقى في مسلم مسيحي، في إنسان. وهو من شو بيعملوهن؟ من الخشب، والشجرة ما بيقطعوها، هي بتوقع وبيعملوا منها دويرة، وفي منهم بيعملوها في أرميد أسود، مثل ما في أرميد أحمر، في بلاد فيها أرميد أسود بيعملوها من الأرميد من الخشب، ما بيقصوا، ما بينتعوا للشجرة، ماشي، ما بيقصوا الحجر، بيشوفوا هو عطاني إياه الحجر. هلا هيدا باب، وهي في منها بالسودان، وبس يباسوا هو بيشيلون وبيحطوا أخضر، وفي منهم بيزرعوا عليهم. بالسودان في منطقة كبيرة إن شاء الله تكون هي مركز شفاء لكل العالم، الصوفية، مسموح الطرق، الديانات، ملحد، كافر، انسى. بس الأخضر اللي مزروع وشجرون في طاقة غريبة، مثل كل بلد، مثل كل إصبع، ما في إصبع مثل التاني. هلا فيك تفوت تقعد جوا، او بتحط قنديل، نعم، كهرباء، في كهرباء على الغاز، في غاز، انت شو بدك، ولكن هالشمعه اللي انت بتضويها هي شمع معمول من النبات. كل شيء، لا بقى تعملوا زيت من النفايات ومن الدواليب وشمع هيك، لا، من النبات. أحلى شيء مهضوم منك مرة، دعاء دخول المنزل، يا رب تكون ميت، مهضوم، مش تكون ميتت يعني، إنه نامت. شوف، رغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر إلا أنه يبقى مالحاً، فلا ترهق نفسك، البعض لا يتغيرون مهما حاولت، لا يغير الله ما بقوم حتى، كل واحد بده يغير حاله. انتبهوا، هيدي حكمة قوية كتير بدنا نعيشها. ما تجربي، شو بدي أعمل تغير لبنان؟ شو بدي أعمل تغير هيك شيء؟ هي سؤال ميت. من إيميلاتكم بعرف، كب الماضي كله برجع بحط زهرة وببعث لكم. انتبهتوا كيف بعت الإيميل؟ لا، رجع شوف، بس أنا سألتك هالسؤال، انتبهت ريشو أنا سألتكم، بعمل ديليت، بدي تجاوب مش انفعال، responsibility. العرب ما بياخدوا مسؤولية. بتصححي لي امي من السرطان، ما عندي غيره، هالولد بحبه كثير، ببعث لك كيف تصححي. اذا انت خلفتي وانت مسؤوله عنه لعمر 18، بعدين يا اخوي بالطريق يا من الضالين، اتركي روحي تعلم. انا شفت هالصوره وشفته لابسها هون بلبنان، انا شفتها وقعدت حكيت انا وياه، قال لي مبسوط فيها. مسكين وعايش، كل عام وانتم بخير، قنينتين مي هيك يلبسها، مش شاية، مش شاية. هلا هيدا رمز تيقول ليش هيدا عنده بيوت وبنيات وقصور. قعدت حكيت انا وياه، قلت له انت اغنى مني،
ما بدي احسدك على غنيك، بدي اتعلم منك، لانه منه ضجران، منه تعبان، منه عم بيسال انه هي غني وهيك غني. قال لي تحت الارض كلنا جمجمه وعظام، وخبرني اشياء انا بقراها بالكتب، فكر حالي انه صرت التقى انا وياه ونقعد اساسين على الحجر هيك. هو اللي علمني، قال لي ما تكتبي شو عم بحكي، الكتاب لحوب القلب. غابة هي كلها بأوروبا عم بيعيشوا هيك جامعات هلا، عم بياخذوا المهجرين العرب وبيحطوهم مش بملجأ معهم. هيدا نجار، هي خشبة ما بيكسر الشجرة ولا شيء، وهون عم بتعلم الأولاد يتعلموا اللغة ويضلوا يحافظوا على لغة أمهم وأبوهم. ولحي هي بتقعد هي وياهم. نحن ما بعرف كم ألف سوري قالوا لي، وكم ألف من العراق هو مسيحية يعني نصارى. هلا هي شغلة أنا شفتها ببيت محمد كيلاني، الأغاني النبوية بيولعوا بيولع حطب، الحطب الأرض عطيتك إياها، وهون في مي شوربة شو ما بدكم تحطوا، بتغلي وبتعطيك صوت موسيقى بيتناغم مع الموسيقى اللي بالبيت. كيف حطوا هالعلم؟ اسمه فويس ثيرابي. كيف قالوا لبلال؟ أرحنا يا بلال. شو بدك في هيدا بلال؟ أول شيء أسود، وتاني شيء ما بيعرف يقول أشهد، بيقول أسهد سين. السين عند بلال، قال لهم شين عند الله، هاللطف عند الحبيب. هالتناغم اللي منعمله بفكرنا بينزل من الفكر إلى نعم الذكر لب الألباب. هلأ في كتير هلأ بالبيت عندي ما بقى أشرب هالمشروب هالعصير وهي وهي وهي، لأنه بيقوى الجسد. فيكن تحطوا الجسد يكون قوي ولكن بيضعف القلب. ما فيك تقنع حدا، بصير عندك قناع مش قناعة. ما بدي أقوي الجسد، الجسد ما بيحس بالمرض بالوجع منه سليم، بس تحس بالوجع يعني عم يحكي. خبرتكم ما فيني إلكن شو أكلت ليل نهار، أنا عم بحس شو عم بيكل هوني. اللي حسيته بطاقة بجسمي ما حسيته بلبنان، جيت أول ليلة حسيت، تاني يوم بلشت رجعت، لأنه التلوث عنا قوي كتير وجسمي متناغم مع تلوث بيروت. عم بهذب نفسي هلا إنه وقت لما تفوت على الحمام منك مجبورة، أنت سيدي على كلاويكي، خلص ما تصدقيه سكتيه حكيه، عم بقدر العب هاللعبة. تعلمتها هونيك 24 ساعة، ما فيني إلكم شو هالصحة وشو هالطاقة. شو كتبت؟ هلا رح أقراها على القصيدة وأنتوا أفهم مني. جيب ميشو كوشي، ناس ما بيعرفوا عربي أبدا، وهو ما بيعرف طبعا يقراها هيك، ولكن اجا واحد عربي وقري هالقصيدة، وحالتهم مرضى صعبة كتير، حطوا مينا دوبك وقال له قريها. هو في واحد قريها وواحد ريسايتد انشودي، حط هيك وحط هيك
جيب أعمار كثيرة من الأمة العربية بيقروا كله. أقوى شيء كانت مثل القرآن، القرآن الكريم it's not reading، اقرأ. أنا لست بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقت اللي اجى لعند ستنا خديجة قال لها ليكي زملوني زملوني أنا الله يشف طلي أنا مجنون، قالوا كلهم وناطرينك كلهم. تأمل من غار حراء إلى غار الدور. رح أقراها بس أنتوا اسمعوها مثل زين العابدين. للإمام علي بن أبي طالب قصيدة رائعة في كل بيت ألف حكمة وحكمة. Verse of wisdom. هلأ أوباما شخصياً عم بيتعلمها، عم بيبلش، لأن قالوا له أنه النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكاس الموت ساقيها؟ فكم مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهلها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها. المرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها. إنما المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل سادسها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها. والنفس تعلم أني لا أصادقها ولست أرشد إلا حين أعصيها. وأعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. هلأ كلمة فردوس بارادايس بالإنجليزي بالعربي بالفارسي بلغات كتيرة. كلمة سلام بلغات كتيرة. وقت اللي حطها ميتشو على هالمرضى أكتر شيء يلي عمل ريسايت انشودة ويلي ريوة ولاد صغار 10 و 12 سنة عم بيتعلموا عربي ريوة من قلبهم متفركشوا فيها وما عرفوا شو بدهم يقروا. ما حدا فهم، استفادوا كتير. مثل بالكنيسة الأبونا بيحط كلام الجوهري باللغة الأرامية ما بنفهم. وقت ما بتفهم قد ما فيكم بلشوا ابتداء من اليوم، بتفوتوا على مول أو بتفوتوا على المطار وين ما كان، وقفوا بعيد أنا وفيتي كنت أخذي معي على دبي هي. إجا واحد قال لي ما بنساكي، أمي كانت مريضة وأعطيتيني منهم وصحي وممنوع تفوتوا هيك ولا شيء، فوتوني فوتوني. وبعدين قلت له معي باسبور أجنبي ما تخافوا رح فوت على دبي.
وعطيتها واحد، قلت له خذها وانا بس ارجع على لبنان دغري. تلفت له وبعثت له. ميتشو قال لا بقى تشتروا ابدا البضاعه وين ما كانت من باسمه هو او اسم مرته او شيء ابدا، مما يليك حطوها، جيبوا ارخص الخضره وغسلوها بها، حطوا جرايكو فض، جيبوا البيت اللي ما فيه خل تفاح وبزر كتان وبعدين اشياء كتيره فيها، حطينا من الاعشاب ما في حياه. بعت له لميتشو من هالبضاعه من عند اكو وقال لا بقى تشتروا ابدا، كل واحد مما يليك، لانه انا خلقت بلبنان او بدوما ومن دوما يعني كل لبنان، مثل ما قال كمال جنبلاط وغيرهم انه ارجعوا الى جذوركم. حط هالصوت بعده اصوات وبعده مع مرضى كثير، ما فيني الكم يعني حالات مستعصيه، بس سمعوا هالكلام اللي ما فهموه ويلي حسوا فيه العرب، يلي فهموا شوي منه. انا اقل الناس بفهم بهاللغه، خبرتكم ما بفهم الا بس يحكي حسن نصر الله، بحسه كانه عم بيحكي ارمني. بس حسوا كان في كتير اولاد حركوا اجريهم، لازم اجرينا يا اخوتي مره مرتين بالنهار، مشو خايفين؟ عم بحكيك عن لبنان، عنا رمل، عنا صخر، عنا حجر، عنا تراب، مشي خايفين؟ شكتنا الجودة. قال الإمام علي يا حبيبي أنت إمام وأهم وأهم، نقيني ورقيني للناقة. أحد بيعرفوا أن دفن، أعطت وصيتها ستنا فاطمة. شوفوا كيف الحيوانات بتدفن الحيوانات. بتموم بالرمل بالتراب. فإذا وقت قال أمكم الأرض، يعني أنا أفهم صدقوا الأنبياء يا أخوتي، اتركوا الأغبياء ورجعوا فتشوا على الحكماء يلي ورثته الأنبياء. هلأ بأرمينيا كل واحد أرمني حامل باسبور أرمني بألفين دولار بالسنة، وفي علم ميكروبيوتيك وأوشو واللي بدكني. هلا الأرمن يلي بإيران راحوا، صرت بدل الألفين 8000 دولار بالسنة. طبعا وقت اجوا ناس كتير، بس فيها العلم مسموح، تعلموه بإيران، زردشت وقبله وقبله، يعني علي ما عنده اسم، هو بابه مدينة، اثنينه بلا هالبيت ما في مدينة، شو ما بدكم سموه. فإذا اليوم أي إنسان مريض شو منعمل؟ وداعا أيها المرض، صوموا تصحوا، 36 ساعة كونوا نباتيين كلكم، 36 ساعة مرتين ثلاثة بالأسبوع فيك تعملها لتاخد أدوية، عند الضرورة كتير يكون في طبيب آدمي. أي حضرة مع محمد كيلاني بتشوف الأمراض كيف بتشفى. صوموا تصحوا، 20 مطحنة ليه بدي ليش هالسعلة؟ منين اجا البلغم؟ طحين كله مضروب، خميرة ما في إلا بالبيت، ليلى خميرة الغطاس بنسميها الخميرة، الخميرة كلها فيها ام اس جي مونو صوديوم جلوتاميت بأمر، كلهم مضيوا. الطحين كله قالوا لي بعلي، في واحد بيجيب طحين من استراليا، ليه بدي اجيب طحين من استراليا ولو عم تطحن قدامي؟ فإذا باكل من قمحنا ومن شعيرنا بلبنان وبغير النوايا يلي بالقلب. الكتاب جورج جورجيف
ميتينغ وذ ريماركبل مان، هالأربع فيديو يلي أوباما شخصيا you cannot forbid, you cannot enforce anybody. What you are doing, you are a victim of victims too. أربع أشرطة منعون بصوتي بشكلي كلهم حملتهم بالأردن. محمد كيلاني بيصوت، وإذا بدهم يمنعوا يجي لهون محمد كيلاني لحاله بيعملهم بيبعتهم لعدنان وبيزبطون كل هالشباب بتحطهم. ما فيك تمنع الحقيقة اليوم في هاي خلص. قالوا لي في موبايل حقه 50,000 هلا، أكثر الناس اللي اشترت الموبايل ب50,000 دولار. ما صدقت إنه هالقد، يعني 50,000 رغيف. هلأ رح ينزل واحد 123، ليش 123؟ بيلعبوا هيك 99 دولار، أحلى ما إلا 100، بضل 99. كلهم عم بيلعبوا بلاسيبو، عم بيلعبوا بأفكارنا، بنوايينا، تشيبينج تبعنا. أنا بروح في مول بالأشرفية بيبكي قلبي، بتفرج على بناتنا، على شبابنا، على المحلات، على ما في مطعم، ما في أكل، ما في رغيف خبز. هيدا لا، هيدا لا، هيدا لا، هيدا لا، ما بتشي. فإذا وفينا انطوى كل بسيط وقيمات. بطلب من وزارة الصحة تفحص اللحمة، يعني بفهم بيكون لحم حمار، بيكون لحم أرنب، خروف، معزي، بس جتت بني آدم حرب ال14 عملناها، أهلي أكلوا. ينطروا ابنهم تيموت من الجوع، اجى الجرد ما خلى الأخضر واليابس. ولكن هلأ ما زال في عندك مي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أنا ما عم بقلك تعيش على المي، أنا بدي أجرب إن شاء الله إنه نقدر هيك 90 يوم، بس مع جماعة بركة الله ما بتحس بالجوع ولا بالعطش ولا بالموت، على طول أنت باحتفال. بدي يكون في جماعة. هلأ بدي فرجيهم هالصورة، نقول له لعدنان ونقول له غمض دينك. Enjoy the memories، دايما افرحوا وتذكروا. طبعا نحن كنا صغار، كلنا كنا نروح نلعب بنت وصبي، بنطلون، شو ما بدكم، هيك هيدي موجودة. هلا هاي الصورتين اجوا على لبنان وشفتوا مع مين حكيوا، وهلا سمايل وبعتها لكل اصحابك. تذكر انت وطفل، تذكر مخزق هيك، وتذكر هودي كمان هالعمر اللي طابين. ولكن وقت اللي ميتشو قال لهم للكل وقفوا، وقفنا، رفعوا ايديكم، تعبنا، ما كنت، ليش تعبتوا؟ ما بعرف، انتبهوا شو صار. ايه كلكم بتنمل ايديكم فيها طاقه. ارتحت. التعب مش بالكبايه انه حامل القنينه، لانك رافع ايدك، نزلها. هلا عم بيعملوا حجامه وكي، ما في لزوم، حاطين اسماء اطباء وين ما كان، الطرقات بدبي هون وهون وهون، بيعمل لك الحجامه. انت بتعرف باي وقت انت بتعملها او ايدك وين عم بيوجعك. هون شوفوا الأصوات، تروح لمطرح ولا بدك كاسي ولا شيء، هاي دينتك عم توجعك. كلكم فيكم تعملوها، كلكم تسمعوا هدير، هدير البحر.
لا تروحوا لعند أي طبيب. You are your own doctor. You are your own healer. لجسدك عليك حق. The cure is in the kitchen. بتقول أخفض على المطبخ. قد ما فيكن تزرعوا رشوا مية صفوة. إنه جارك بده يرش بس أنا ترش مية صفوة. من وقت لوقت فتحت أمك ماما مية صفوة بتروح من ضيعة لضيعة كنا. فتحت أمك ماشي نمشي من دومة للبترون من دومة للكورة للتنورين لبشعلة عرق أوز. انتبهوا حاطين ما رح أقول الاسم أبدا ولا أي دعاية ولا أي ولكن اسمه ديودوران يلي انه بيعرقوا بيمسحوه. كل الرجال والنسوان ما تخلوا بعضكم يبين. شيء طبيعي انك تعرق ولكن ما تحط ابدا ولا اي عطر. ريحه عرقك هي لحالها ترجع بتفوت فيك. ستنا عائشه وقت قال خذوني لعندها شاركته العرق بالعرق بيعرقوا. حطت المسواك شراكته بالريق. علم الريق وعلم العرق. منكون سوا ومنحكي أكثر.